مستعدون لبدء المرافعات؟ استفسار من المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة أثار انقسامات في صفوف محامي الدفاع والحق المدني على السواء، فبينما تنازل محامي مبارك عن حقه في استجواب شهود الإثبات، طلب محامي العدل استدعاء شهود إضافيين، وتمسك بعض المحامين المدعين بالحق المدني في الاستماع لشهادة سامي عنان رئيس الأركان المصري. المحكمة تأجلت الجلسة ليوم الثلاث والأربع والخميس بدءا من باكر لسماع مرافعة النيابة العامة. فيما يتعلق بالمتهمين كانوا مدعين النهاردة في القفص جميعا، الوزير الداخلية وأعوانه وعلاء وجمال مبارك والرئيس المخلوع، وإحنا نقول لك أن القفص كان بصحة جيدة تماما ونفسياتهم عالية جدا. طلب دفاع المتهمين استخراج صور رسمية من بعض المحاضر الخاصة بأحداث ماسبيرو وأحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء، حتى تفادهم في الدفاع عن مبارك بأن المتظاهرين السلميين ما هم إلا فوضويين ويتمتعوا بالفوضى، وهم الذين يقومون بقتل أنفسهم بأنفسهم. يا سعيد مرتاح. حكم صدر خلال الأسبوع الماضي ببراءة ضباط شرطة من تهم قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 من يناير أدى إلى تخوف لدى البعض من أن تسير قضية مبارك والعدل في نفس الاتجاه، خاصة بسبب ما تنقلته بعض وسائل الإعلام أن الاستماع للمرافعات يسبق الحكم مباشرة، لكن المحامين المدعين بالحق المدني أكدوا أن الأيام الثلاثة المحددة من رئيس المحكمة قاصرة على الاستماع لمرافعات النيابة وحدها، ويمكن مد هذه الأيام، ومن ثم تبدأ مرافعات المدعين بالحق المدني وبعدهم الدفاع، ومن ثم يحدد القاضي موعدا لجلسة النطق بالحكم، وهذه يمكن تأجيلها لأكثر من مرة. عودة محاكمة مبارك لتصدر الأحداث السياسية في مصر تتزامن مع حالة من السخط لدى قوى سياسية ونشطاء من الشباب يحشدون من أجل تظاهرات واعتصامات في الذكرى الأولى للثورة المصرية عقب ثلاثة أسابيع بهدف الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين. مازن أمان، العربية.